بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذه المتون المباركة، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في الباب السابق، يقول بعض الناس الشيخ يأتي مسرعا لإدراك الركوع ويصدر أصوات إما بالنحنحة أو يردد إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا. فالمشروع أن الإنسان يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيها بعجلة ويدخل فيها وهو ثائر النفس من السرعة أو من العدو، فيؤثر ذلك على خشوعه في الصلاة. نعم شيخ، بعض الناس يا شيخ عندما يشاهد الإمام راكع يركع شيخ وفي طرف الصف ثم يمشي وهو منحني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما دخل بعض الصحابة، أظن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فرأى النبي راكع، النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع ودب حتى دخل في الصف، فقال له صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته، قال: زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعدو. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، السكينة والوقار حتى يصل إلى الصف بهدوء، فلا يشوش على نفسه ولا يشوش على المصلين ولا يذهب الخشوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم، هذا هو القول الصحيح، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة. وعلى رواية في المذهب أنها تدرك بتكبيره قبل السلام، قبل سلام الإمام، ولكن هذا مرجوح في المذهب. ولهذا في متن الزاد يقول: ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، بناء على هذه الرواية المرجوحة. نعم. وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، هذا هو القول الصحيح كما ذكرنا. نعم. وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. نعم، إذا جاء والإمام راكع فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم ينحني للركوع، ولا يجب في انحنائه تكبير، لأنها تجزئ عنها تكبيرة الإحرام.
فإن كبر تكبيرة ثانية للانحناء فلا بأس بذلك. نعم. لفعل زيد بن ثابت وابن عمر. نعم، لفعل هذين الصحابيين أنهما كانا يكتفيان بتكبيرة الإحرام ولا يأتيان بتكبيرة ثانية للانتقال. نعم. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ولا يعرف لهما في هذه المسألة مخالف من الصحابة، فدل على أنها هي الصحيحة. نعم. وإتيانه بهما أفضل. وإتيانه بهما أي بالتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو واقف وتكبيرة الركوع وهو ينحني، هذا أفضل للخروج من الخلاف. نعم. خروجا من خلاف من أوجبه. نعم. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. فإن أدرك الإمام بعدما اعتدل من الركوع لم يكن مدركا للركعة، ولكن يكبر معه للمتابعة ويأتي بركعة بدل هذه التي فاتت. نعم. وعليه متابعته. نعم، كما ذكرنا. ويسن دخوله معه. يسن دخوله معه ولو كان قائما بعد الركوع، ولا يؤجل حتى يقوم الإمام للثانية كما يفعله بعض الناس، بل يدرك المتابعة مع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال. نعم. ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. المسبوق بشيء من الصلاة لا يقوم للإتيان بما فاته حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية، فيقوم حينئذ بعد التسليمة الثانية، لا يسلم معه بل يقوم بعد التسليمة الثانية ويأتي بما فاته من الصلاة. نعم. فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. إذا جاء والإمام يسجد للسهو بعد السلام فلا يدخل معه، لأن هذا السجود ليس من الصلاة، وإنما هو سجود لجبران ما نقص في الصلاة. نعم. وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه. وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، ولو كان قد صلى مع الإمام استحب له أن يصلي مع هذا الداخل ليجبر الجماعة، ليكون هذا الداخل قد صلى جماعة بانضمام أخيه إليه، ولو كان أخوه قد صلى الفريضة فإنه يدخل معه ويصلي معه، تكون له نافلة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا هو الدليل على مسألتنا. دخل رجل بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل على استحباب ذلك، ولو كان قد صلى مع الإمام فيصلي معه ليتم الجماعة مع هذا المسبوق، تكون له نافلة. نعم. ولا تجب القراءة على مأموم. قراءة الفاتحة في الجهرية لا تجب على مأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة فإن المأمومون إذا سمعوه ينصتون ويسكتون. نعم. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءتهما فيما لا يجهر فيه. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. أجمع الناس يعني العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. وإذا قرأ القرآن يعني قرأ الإمام وجهر، فإن المأمومين ينصتون ويستمعون لقراءته ولا يقرؤون والإمام يقرأ. نعم. وتسن قراءتهما فيما لا يجهر فيه الإمام. تسن قراءتهما أي الفاتحة والسورة في الصلاة السرية كالظهر والعصر، في الصلاة السرية كالظهر والعصر. وسميت سرية لأن الإمام والمأمومون لأن الإمام والمأمومين يسرون القراءة فيهما. وهذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. والدليل على هذا أن هذا مروي عن أكثر الصحابة والتابعين، أن المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه المتون المباركة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من الأسئلة وبقية المتن في الدرس القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله وأنقل لكم تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.